المنتخب القطري عنده مباراة بعد يومين مع السنغال، شو توقعتك لهذه المباراة وشو مطلوب من المنتخب القطري بهذه المباراة؟ لا إن شاء الله أكيد إنه المنتخب القطري ما راح يكرر اللي سواه ضد الإكوادور، إن شاء الله يأدون مباراة حلوة قدام السنغال ونشوفهم إن شاء الله متأهلين دور 16. توقعتك مباراة المنتخب القطري ومنتخب السنغال بعد يومين؟ أتوقع المنتخب القطري حتكون ثاني مباراة له غير الأولى، الأولى كان دخله بخوف أول مونديال اللعيبة كان فيهم ربكة شوية. الثانية حتوقع إن شاء الله ثلاث نقاط. قطر والسنغال والله مباراة صعبة، يعني السنغال بطل إفريقيا السنة اللي فاتت وقطر بطل آسيا، يعني بتكون مباراة صعبة، إن شاء الله نشوف مباراة حلوة ويفوز المنتخب اللي يستحق. شو توقعتك مباراة قطر وشو تتوقع منها بهاي النتيجة؟ والله أتوقع أن أنا أتمنى طبعاً منتخب القطر يقدم مباراة كويسة ويكونوا تعلموا من الدرس في المباراة الأولى. أنا عارف أنهم كانوا تحت ضغوط كبيرة وبحكم الجمهور بحكم أنهم البلد المنظم ده سبب ضغط كتير على اللعيبة وخلاهم يطلعوا برا المباراة. أتمنى أنهم يتخطوا ده كله في الماتش الجاي ويقدموا مباراة يعني تليق بالإعداد اللي هم عملوه خلال الفترة اللي فاتت كلها. شو بتحكي لمنتخب القطر قبل مباراته مع السنغال؟ المنتخب القطري إلا هدرنا بالواقعية منتخب السنغال غادي يضغط عليهم، ولكن بالعاطفة وبالجمهور ديال قطر وهذا يقدروا يديروا المفاجأة ويربحوا المنتخب السنغالي. توقعتك مباراة المنتخب القطري مستضيف البطولة مع السنغال وهو القادر انه يعوض خسارته المباراة الأولى مع الإكوادور؟ لا أكيد احنا ما بننكر انه السنغال منتخب كثير قوي، ولكن قطر إن شاء الله قدها، يعني المنتخب القطري أكيد حيقدم شيء يليق باسم قطر. المباراة الأولى أكيد ما كانوش محظوظين لأنه كانوا شوي خلينا نحكي هايبين شوي، ما كانوش بالمستوى المطلوب، علما أنه يعني أكيد قطر لعبت مع الإكوادور قبل بكوبا أمريكا وفازوا عليهم، ولكن ما بعرف شو صار في البداية، أكيد توتروا شوي، الشباب كانوا تحت ضغط عالي لأنه الناس تعرف يعني ببلدهم بمثل بلدهم ومباراة افتتاحية والكل يعني طالب منهم يأدوا إشي، فصارت الأمور أتوقع عكسية، أنا مش محلل أكيد يعني، ولكن إن شاء الله مباراة السنغال حيكونوا أفضل. المنتخب القطري يوم الجمعة عنده مباراة مع المنتخب السنغالي، شو رأيك بهاي المباراة وش تتوقع يكون أداء المنتخب القطري بهاي المباراة؟ طبعا نتمنى المنتخب القطري يقدم مباراة حلوة ويفوز إن شاء الله المباراة الجاية.